خالد مشعل، هو سياسي فلسطيني وأحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية حماس. شغل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة ما بين عامي 1996 و2017، تم اختياره قائدا لها بعدما اغتالت إسرائيل الشيخ أحمد ياسين. كرس حياته لخدمة القضية الفلسطينية، متبنيا مبدأ النضال والمقاومة حتى تحرير الأرض الفلسطينية. ولد خالد عبد الرحيم مشعل في يوم 28 من مايو آيار عام 1956 في بلدة سلواد بقضاء رام الله. كان والده عبد الرحيم مشعل قد شارك في مقاومة الانتداب البريطاني وفي ثورة عام 1936. في ستينيات القرن الماضي توجه والده عبد الرحيم إلى الكويت للعمل فيها، والتحقت به أسرته عام 1967، وظلت هناك حتى اندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991 إثر اجتياح العراق للكويت. هو متزوج منذ عام 1981 وله 7 أولاد، 3 إناث و4 ذكور. درس خالد مشعل الابتدائية في بلدته سلواد، ثم أكمل دراسته الإعدادية والثانوية في الكويت. التحق بجامعة الكويت عام 1974 وحصل فيها على درجة البكالوريوس في الفيزياء عام 1979، وهو يحمل إجازات في القرآن الكريم الذي أتم حفظه وأتقن بعض فنونه. هو من دعاة الخيار العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي، اتبنى مفهوم إعادة الاعتبار للخيار العسكري في التعامل مع سلطات الاحتلال. كان من أبرز أهدافه وأهداف حركته، وذلك بعد سلسلة الإخفاقات التي شهدها مسار التسوية على طاولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. تصف وسائل الإعلام خالد مشعل بأنه بارع في صوغ المواقف المتشددة لحركته بعبارات منطقية ومعتدلة، كما يوصف بالصلب المرن، وأنه محاور لا يصد الباب. عمل مدرسا للفيزياء طيلة وجوده في الكويت، بالإضافة إلى اشتغاله بالعمل في خدمة القضية الفلسطينية. انضم إلى الجناح الفلسطيني من تنظيم الإخوان المسلمين عام 1971، وقاد التيار الإخواني الفلسطيني في جامعة الكويت تحت اسم كتلة الحق الإسلامية، التي نافست قوائم حركة فتح على قيادة الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الكويت. بعد 3 أعوام من تأسيس الكتلة، جرى تأسيس الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين التي كانت إحدى اللبنات التأسيسية لحركة حماس. يعتبر مشعل أحد مؤسسي حركة حماس، وهو عضو مكتبها السياسي منذ تأسيسه. تولى رئاسة المكتب السياسي للحركة في الفترة ما بين عام 1996 و2017. تم تعيينه قائدا لها بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين في يوم 23 من مارس آذار عام 2004. في 6 مايو آيار عام 2017 انتخب مجلس شورى الحركة إسماعيل هنية خلفا له في رئاسة مكتبها السياسي، دون الإعلان عن الوظيفة أو المهمة التي سيكلف بها مشعل داخل الحركة. تعرض مشعل في يوم 25 من سبتمبر أيلول عام 1997 لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة الأردنية عمان على يد عميلين من الموساد الإسرائيلي يحملان جوازات سفر كندية. قد عمل بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ألقت السلطات الأردنية القبض على الإسرائيليين الضالعين في عملية الاغتيال، واشترط الملك حسين على إسرائيل إحضار العلاج القادر على مكافحة السم الذي دخل جسم مشعل، والإفراج عن الشيخ أحمد ياسين الذي كان محكوما عليه بالسجن مدى الحياة، مقابل إطلاق سراح العميلين، وهو ما تم بالفعل. اعتقل مشعل في يوم 22 من سبتمبر أيلول عام 1999 في الأردن بعد عودته من إيران، حين قررت السلطات الأردنية إغلاق مكاتب حماس، حيث أبعد إلى قطر في يوم 21 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1999. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.